هو أحمد لما ابتدى يكبر كده داخل أولى ثانوي، لقيته في يوم كان بيحب يروح يركب المترو لوحده وعايز يجرب قصة المواصلات دي، ولقيته راجع بحظاظات كده ولابسها في إيده، فقلت له إيه ده يا أحمد؟ قال لي دي ب5 جنيه من المترو. فمسكتها طبعا بلاستيك رديء جدا، قلت له لا حبيبي دي ممكن تأثر على جلدك أو كده، إحنا نروح نجيب بقت الماتيريال. 5 جنيه. ما احنا قلت له بقى نروح نجيب البيدز اللي بجد والاحجار ونعمل اللي انت عايزه بحاجه لطيفه. وفعلا رحنا بحر بقى، يعني احنا رايحين مثلا هنجيب عشان هو يعمل، احنا جبنا مثلا حاجات ب 700 جنيه مغرية. من 6 سنين، كل الالوان بقى وكذا نوع احجار وعشان يعمل ميكس اند ماتش وكده. فبقيت انا بختار معاه هنلبس، ممكن ندخل البني مع الاسود الاخضر عشان يلبس مع كل حاجه يعني. فطبعا لما جينا وابتدينا نعمل لقينا الموضوع كبير، فقلنا خلاص يبقى خلاص ادي صحابك يا احمد، عايز تديهم هدايا انت ماشي. عملتي كمية بقى. ما احنا جبنا كتير. فابتدى يدي لاصحابه واصحابه يطلبوا كمان، فابتدينا ننزل نجيب تاني، فبقت ريسايكل للفلوس. استمرنا على ده يمكن 6 شهور ما بين اجازه الصيف ولما دخل بيديهم المدرسه. بفلوس؟ ده هو اللي بيشتغل بقى بيزنس من ما وراك، ابتدى بقى، ايوه بيديكي ما الفلوس بقى كان بصراحة. عشان نجيب ماتيريال تاني، انما ماشي، الباقي كان فكان مبسوط بقى ان هو بيبقى معاه فلوس. بيبقى معاه فلوس. وبعدين شويه كده خلاص وزهق، طب الحاجه قدامي وانا اوريدي عندي الهوايه اصلا يعني، فبقيت فبدأتي اطلب. بقى النقلة بقى، اللي هو انتي تفكري ان يبقى ليكي مشروع خاص. وفي الوقت ده كان النادي اعلن ان الهواه من الاعضاء ليهم بازار شهري هيتثبت، فتابع لجنه المراه ابتدى يبقى في منفذ بيع، ما انا لو عملت هبيع فين؟ مش هعرف ابيع. لما جاب بازار النادي كان فرصه هايله ان يبقى فيه تسويق للمنتجات والابريشيشن اللي الواحد كان بيلاقيه بقى من الناس، اصحاب او ولسه ناس بتعرف عليهم ويبقوا اصحاب. والنادي خد معنى تاني بقى في الوقت ده، وابتديت اتعرف على ناس تانيه وابتدينا يعني نكون بقى علاقات اجتماعيه في النادي بجد، بعد ما كان علاقتي بالنادي كلها ميشن اودي تمارين وارجع من تمارين. فدي برضو ادت يعني انت عايشه لحياتي كده شويه. ده كان لسه ما بين ان انا اون واوف في التدريب.